عايز اكلمك عن بداية الفكرة كده، انا هسميها نشطاء ولكن. نشطاء ولكن ليه نشطاء ولكن؟ نشطاء ولكن لان انا عايز اراجع حاجات كتيرة في طريقتنا في التعامل مع الظواهر المجتمعية وقضية النشاط اللي هم الناس بتسميه السياسي. لأن احنا عندنا مشكلة جذرية، في طبعا مشكلة عند الناس بتوع السيستم بتوع اللي ماسكين السلطة، ودول خلاص ما احنا فاهمين ان هم ما بيحاولوش يستخدموا خيالهم وبيستخدموا القمع وعايزين يبصوا الرعب في الناس عشان الناس ما تفكرش بخيالها، لأن هي ان هم قلقانين من خيال الناس ومن خيالهم أصلا، من خيال بعض أصلا. فانا بقول لك فانا بقول لك في نشطاء ولكن، اول حاجة في نشطاء ولكن لازم تعرف ايها الناشط ان ما ينفعش تبقى عبد للانتباه، عبد اتنشن. عايز ترافيك، عايز لايكات، تعس عبد اللايك، تعس عبد الشير، تعس عبد الكومنت، وتعس اللي بيطلع يدعي للفولورز بتوعه بس. بص احمد دعبس الخلبوص بيقول لي ايه رايك في مرتضى منصور وعامل لك وشين بيضحكوا. انا تعبان يا عم، عايز انام اصلا. انا متهيألي اصلا انا بفكر اقفل البث ده واطلع اريح شويه، انام شويه، بحيث ان انا كمان كام ساعه ادخل، وانتوا برضو الساعه 3 ونص عندكم تناموا انتوا كمان شويه وكله ينام. يا سلام يا مامت يوسف بتبعت لي بوس. انا جيت انا وقلت لازم احضر وائل قبل ما انام عشان يكمل يومي بشكل كامل. بص يا شباب، انا اللي انا فاهمه من خلاصة الدنيا ان الدنيا دي الاكبر اشتغاله فيها انك تجري ورا الموجب وتجري ورا رضا الناس وتجري ورا الحاجات اللي مش معاك اللي براك، واكبر حقيقة فيها انك كل لما تبص جوه وتنظف جوه وتحسن جوه وتسمع جوه وتصلح جوه، كل ما جوه ينضف، ولما جوه ينضف بره يتحسن، وضعك يتحسن. ده الراجل جاب لي ويد وهو جاي، ابو الويد. ابو الويد ده راجل زي لذيذ، والراجل بتاع السندوتشات راجل لذيذ، والحوار كان بينا احنا الثلاثه حلو، وانا وريتك برضو ايه شد وجذب، ما اعرفش انت خدت بالك ولا لا. واخد بالك؟ صباح الفل والله. واحد بيقول لي ما تقولي على فيلم نشوفه، انت عارف انا انا ما ماليش في الافلام كتير، ما يعني انا ما اتفرجتش على افلام كتير. جرب الفيلم بتاع انسايد مان، عبارة عن فيلم عن سرق بنك. مش اخلاق نشطاء دي، تسهر ما وتنام وتنام انت. تسهرنا وتنام انت. والله انا ما قادر، انا عيني بص شايفة، عشان برضو لسه واكل بعد الاكل. دايما على فكرة الواحد دايما عايز يرتاح، وانا بحب ادلع نفسي اليومين دول فبسيبها. ماشي يا شباب، انا لا لسه ما شفتش فيلم الممر، عايز اشوفه. انا بشكركم، انا طبعا مكمل معاكم عشان انا عايز اوصل بس الفكرة بتاعت
ان انا حي وجاي، يعني انا عمال اظهر والناس عددها هيزيد اللي هيسمعوا الرسائل ده. في ناس عمالة تاخد الفيديوهات بتاعتي، ربنا يبارك لهم اللي بياخدوا الفيديوهات بتاعتي حتى لو بيعملوا فلوس. طب ما ربنا يبارك لهم في الفلوس. انا عايز اكتب وائل الغنيم على يوتيوب، الاقي كمية بقى فيديوهات، وفيديو 3 دقايق وفيديو دقيقتين. ولو انت انا لقيت حاجة فيديو حلو هحطه عشان انشره لك شوية، يجي لك ترافيك. عشان اهو في واحد اهو حاطط فيديو وائل الغنيم وقراءة سورة غافر، ده انا هاخده انشره له اهو. بودي عبده. حلو أعوذ بالله من الشيطان حلو اهو، هاخد الرجيم. الفيديو ده بسم عليه فيو الله واحد بس، الرحمن الرحيم. هاخده كده واقوم حاطط هنا. شكرا يا حسن يا محمود على تعاطفك معايا، وساعدونا يا جماعة نوصل صوتنا بس مش اكتر، ساعدنا نوصل صوتنا. قراءة فيديو 10 دقايق لأصحاب الأوقات الثمينة والقلوب الرحيمة. Free Egypt. هو كده انت تقول لهم احنا بنتذلل. انا مش بتذلل لهم، هما انا بذل نفسي لربنا. والله امي ما كلمتهاش بقالي يومين، بس ابويا كلمته النهارده كان كويس. هخش انام دلوقتي، خشوا بس على الفيديو بتاع الراجل الظريف ده. شكرا يا شباب، يلا ونراكم على خير.